ناصر حنفي ابو سريع المعاقب ناصر حنفي ابو سريع بسوره السجن المشدد لمده 5 سنوات والزمات المصاريف الجنائيه ومحاكم دعوه مدنيه للمحكمه المدنيه المختصه من المصاريف. مصطفى فايز احمد علي افندم محمد علي حسن محمود عبد العزيز احمد علي افندم عبد العزيز فايز احمد علي حكمة المحكمة حضورية ويباع أعضاءها المعاقب مصطفى فايز أحمد عادل بالإعدام شرقا عما أصل إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثانيا بمعاقبة أحمد عيد حسن عصمان محمد لمدة 10 سنوات بمعاقبة كل من محمود عبد العزيز أحمد علي وعبد العزيز فايز أحمد علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. الحمد لله 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 عم حضر من بنت تسامحني هو ما ظلمش اخويا ابن عمل كده بقول كل ما ايه سامحيني الوجه الله عشان احسب اللي انا عملته ظلمت البنت دي ظلمتها والله العظيم. بص انا في نفسي مرتاح من الجلسه اللي فاتت لو تعبناها تقول لها ايه رأيت ربنا يعين على اللي فيه ويعين على اللي انا فيه مبسوط عشان فكرك شاب مولاي عشان هم ما ظلموهوش والله العظيم. بص انا مش متضايق الحمد لله بالله عليك ما تنزليني الصور بالله عليك ربنا يعافيك ربنا يعافيك يا رب.